نتباهى بموقف الجزائر العظيم اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه الشعب الفلسطيني، موقف متميز يميز باقي الدول وباقي الشعوب، بأن الموقف الجزائري موقف يشمل الشعب الجزائري والقيادة الجزائرية، الرئاسة الجزائرية، كل الأحزاب السياسية. أعتقد أن الجزائر مؤهلة لما تشكله من ثقل عربي وإسلامي ودولي وأفريقي، مؤهلة أن تجمع وتلم الشمل العربي في ظروف مناسبة هذه الأيام. وأعتقد أن الجزائر يعني أكثر أهلية من غيرها من الدول العربية في هذه المرحلة أن تجمع الأمة العربية في قمة عربية وتلم الشمل. واليوم أيضا على المستوى الرسمي نتابع دور وزارة الخارجية أو الدبلوماسية الجزائرية في تحريك المجتمع العربي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية، وأيضا تحرك على دول عدم الانحياز نحو عقد جلسة للجمعية العمومية. بطبيعة الحال احنا كان فيه عمل مع مستوى الشبكة العربية لحقوق الإنسان بمعنى المجالس والهيئات، وخصوصا المفوضية الفلسطينية لحقوق الإنسان التي قامت بعمل جبار في عملية رصد وإحصاء لكل الاعتداءات هذه من أجل رفعها إلى الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان وكل الآليات التابعة له من مقرر خواص إلى آخره، وهذا من أجل تحضير عمل يعني إثبات الجرائم التي تقوم بها إسرائيل يومياً.